مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من موضوع اليوم. بعد أزيد من شهر من الحرب المستمرة على قطاع غزة، تتواصل الغارات الكثيفة على القطاع المحاصر، وتتراكم المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث فاقت حصيلة الضحايا أزيد من 10,000 من المدنيين الفلسطينيين. في هذا السياق الذي تميز بصحوة الرأي العام الدولي من الدعاية الإعلامية الغربية، أصبح الشارع الغربي يضغط بقوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين. فالاحتجاجات التي غصت بها شوارع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أصبحت تؤشر على تآكل السردية الرسمية الغربية القائمة على الحق المطلق في الدفاع عن النفس وانتهاك القانون الدولي الإنساني. في هذا السياق تتفاعل مواقف الدول الغربية في اتجاه المطالبة بخفض التوتر وإقرار هدنة إنسانية. للمزيد عن الموقف الدولي بخصوص الحرب على غزة، ينضم إلينا من باريس الأستاذ مصطفى طوصة، الكاتب الصحفي الخبير في القضايا الدولية. مصطفى طوصة، بعد أزيد من شهر من هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة وارتقاء أزيد من 10,000 من المدنيين الفلسطينيين، هل وقع تغير جوهري في نظرة العالم الغربي أساسا إلى مجريات هذه الحرب؟ نعم، يمكن أن نعتبر بأن هناك تغيير نسبي في طريقة تغطية الإعلام الدولي لهذه المآسي التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون تحت القصف الإسرائيلي. هناك أيضا تغيير على مستوى الرأي العام الذي بدأ يخرج بكثافة ليندد بهذه الحرب ولكي يطالب بوقف إطلاق نار، لكن على مستوى السياسي الرسمي، على مستوى الحكومات وعلى مستوى المواقف الرسمية، لا زالت هناك المواقف هي نفسها، سواء على المستوى الأمريكي أو على المستوى الأوروبي. تابعنا في الأيام القليلة الماضية الجولة الإقليمية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأنتوني بلينكن قال صراحة بأن لم يحن بعد الوقت للدعوة لإطلاق نار، حتى أن كلمة هدنة إنسانية لم تأتي على لسانه، بل جاءت في مكالمة هاتفية بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو. على المستوى الأوروبي لحد الساعة هناك مواقف الاتحاد الأوروبي تطالب فرادة بممرات إنسانية، بهدنة إنسانية، لكن لا تفعل كل الوسائل لمحاولة الضغط على الإسرائيليين أو الفلسطينيين للحصول على هذه الهدنة الإنسانية. إذن على مستوى التعبير السياسي وعلى مستوى المواقف السياسية لا زال هناك ما يشبه ضوء أخضر لآلة الحرب الإسرائيلية للاستمرار في هذه الحرب، ريتما تحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها نتنياهو نصب أعينه، وهو تفكيك والقضاء على حماس في غزة. ما الذي يفسر هذا العجز الأوروبي عن إدانة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، حتى أنه فرنسا لم تدن بتلك الصراحة وبتلك النبرة التي تتوقع في الواقع من فرنسا إزاء قصف مبنى ثقافي أو مركز ثقافي فرنسي في القطاع؟ نعم، يعني إذا أردنا أن نلقي نظرة تحليلية على الموقف الأوروبي والأمريكي، الشيء الذي يشرح هذا الصمت وهذا الامتناع عن تفعيل وسائل الضغط على إسرائيل، وهو الحقيقة السياسية والدبلوماسية الواضحة، أن هذه الدول الأوروبية والأمريكية أعطت مهلة أو تجاوبت مع طلب إسرائيلي لأخذ مهلة حتى أن يتم تكسير ما تعتبره إسرائيل بالبنية التحتية لحركة حماس. ويبدو أن شهر بعد هذه الحرب، ونحن الآن نباشر الشهر الثاني، لم يكن كافيا بالنسبة للإسرائيليين لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. وما دام هذا الهدف لم يتحقق ولم يعلن عنه بطريقة واضحة ورسمية، فإن هذا الدعم السياسي مستمر على المستوى الدبلوماسي، سواء تعلق الأمر بعواصم القرار في أوروبا وفي الولايات المتحدة. الآن مثلا يوم الخميس غد سيعقد في باريس
قمة لتقديم أو للحصول على الدعم الإنساني لسكان غزة، وهي مبادرة اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش ما يعترف بمنتدى باريس للسلام. لكن نحن نتحدث عن عقد قمة لتقديم الدعم على للمدنيين الفلسطينيين في غزة دون أن يعني نحصل على بوادر أو بداية هدنة إنسانية في هذه الحرب. هناك نوع من يعني انفصام الشخصية وازدواجية الخطاب في 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 وضع يعني يضع الأوروبيين أنهم غير قادرين على فرض أي معادلة سياسية في المنطقة. أي أخلاقية هذه التي تؤطر الموقف الغربي أساسا من ما يجري في قطاع غزة، ونتحدث أساسا عن هذه الدعوات التي تبرز اهتمام بالجوانب الإنسانية وأهمية إيجاد ممرات إنسانية لإيصال المساعدات، وأهمية أيضا هدنات وليس وقف إطلاق النار، هم يوضحون ذلك بشكل لنقل صريح. أي إطار أخلاقي أو أي سند من القانون الدولي يمكن أن يجعل التعامل الموقف الغربي الدبلوماسية الغربية مع ما يجري، مع مأساة إنسانية كهذه، مع آلاف المدنيين الذين يموتون تحت آلة الحرب الإسرائيلية، وأن يتأثر الموقف في حدود فقط إيصال مساعدات وترك آلة الحرب عليهم؟ نعم، هذا الإطار الأخلاقي الذي تتحدث عنه أستاذ محمد يعني يمكن أن نلخصه في يعني مقولة أو قراءة واضحة. الأوروبيون والأمريكيون مقتنعون بأن هذه الحرب يعني لابد أن تكون لها ما يسمى بالتداعيات الجانبية للدوماش كولاتيرو، وهذه المعنى هذا المعنى بالتداعيات الجانبية التي قد تطال يعني المدنيين هم أدخلوها في مقاربتهم في دعمهم لإسرائيل لكي تحارب حماس. إسرائيل قالت بأنها لن تتوقف عن هذه الحرب حتى أن تستسلم حماس وأن تخرج عناصرها المسلحين من تحت الأنفاق وأن تقضي بطريقة واضحة على منظمة حماس. وانطلاقا من هذا الموقف يبدو أن الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا زالت تدعم هذا المشروع الأمني العسكري لإسرائيل ولا تريد يعني أن تنتقدها. إذا فرضت مثلا أو جاءت المناسبة من الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي أن تفرض وأن تفعل كل وسائل الردع لفرض وقف لإطلاق نار، فهذا سيكون بطريقة أو بأخرى ضد المصالح الإسرائيلية الآنية التي تريد أن يعني أن تقضي نهائيا على حماس. ونحن الآن في دول الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة نرى بأن هذه الدول يعني تساند إسرائيل في مشروعها الأمني والعسكري والاستخباراتي للقضاء على حماس، وما دامت هذه النتائج لم تظهر إلى الوجود ولم يتحقق هذا المشروع فإن هذا الدعم سيستمر وسيكون هناك تغليف بطريقة أو بأخرى لهذه النتائج الإيجابية للدوماج كولاترو الذي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في غزة. ما يسمى بالآثار الجانبية، وهذا في الواقع مصطلح مستفز للمنظمات الإنسانية ولكل الذين لديهم إنسانية أيضا لنقل تستنفر لمثل هذه القضايا. مسألة الآثار الجانبية هي تقال فقط في سياقات تكون فيها آثار محدودة جدا، لكن حينما يتأثر الموقف الغربي أيضا في لنقل نطاق دعم لا محدود ومعارضة أيضا وقف إطلاق النار فقط المطالبة بهدنات، ألا يشكل أيضا ذلك تماهيا مع النهج العسكري الموجود الآن في قطاع غزة والذي يقوم على لنقل قصف عشوائي منشآت مدنية، مدنيون يموتون بالعشرات يوميا، هل يشكل ذلك أيضا كموقف تناقض مع القانون الدولي الإنساني؟ نعم، ويعني لسخرية القدر أن مثلا موقف لدول أوروبية كفرنسا عندما تعبر عن دعمها الرسمي لإسرائيل في هذه الحرب هي تقول أن هذا الدعم مشروط بأن يكون هناك احترام للقانون الدولي الإنساني. هذه المقولة وهذه الأدبيات نجدها في كل المواقف الأوروبية، لكن على أرض الواقع ليس هناك احترام للقانون الدولي الإنساني وليس هناك إدانة
رسمية من هذه الدول لإسرائيل. مثلا يعني الأمل الوحيد الذي يعني في المدى القصير والمتوسط، الأمل الوحيد الذي يمكن من خلاله هذه الدول أن تغير من مقاربتها، وهو أن تتصاعد يعني وتيرة المظاهرات الكثيفة والمتضامنة مع الفلسطينيين في الشوارع الأوروبية. نحن نعم، نحن نلاحظ بأن هناك زخم كبير لهذه التظاهرات، وربما مع يعني استمرارها في العواصم الأوروبية، في الولايات المتحدة، في باقي أنحاء العالم، قد يكون هناك عامل ضاغط على هذه الحكومات لكي تغير نوعا ما من مقاربتها، ولكي تتحدث بلغة جديدة أكثر حزماً، أكثر واقعية، أكثر إنسانية مع الإسرائيليين، لإقناعهم بالتوقف عن هذه الحرب التي أصبحت حتى الساعة عندما تطال المدنيين بهذا الشكل وتقصف يعني المستشفيات والمساجد والأماكن المدنية، هي أصبحت يعني تتبنى منطق العبثية. وقد كانت كذلك منذ البداية تقصف المواقع المدنية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمنازل على رؤوس ساكنيها. ولكن دعني فقط أسألك، هل كان هناك تعويل غربي على أنه العمليات الإسرائيلية يمكن كان من المفترض أن تأخذ مدى زمني قصير جدا من أجل أن تكسر شوكة المقاومة الفلسطينية في غزة، وذلك لم يتحقق حتى بعد شهر، وذلك لربما ما أنتج صحوة الشارع الغربي برمته، والذي يضغط اليوم أساسا على الحكومات وعلى الرسميين في الغرب؟ لا، لم يكن هناك قراءة خاطئة من طرف هذه الدول الأوروبية وحتى من طرف يعني الولايات المتحدة. دعنا فقط نذكر أنه قبل انطلاق العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، كانت هناك عدة أصوات نافذة، من بينها جو بايدن عندما زار إسرائيل ونصح نتنياهو بأن لا يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة في العراق، يعني كان يقول له يعني أنا أنصحك أن لا تقوم بهذه العملية البرية. الدول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون قال بأن العملية العسكرية البرية لن تكون سهلة، وسيكون هناك تداعيات كبيرة، وربما قد تأخذ يعني قد تدخل المنطقة في منطق الحرب بعيد الأمد. لذلك كان هناك وعي من طرف هذه الدول بأن هذه العملية العسكرية البرية لن تكون بمثابة النزهة بين قوسين، بل ستكون دامية، وسيكون هناك خسارات من طرف الفلسطينيين ولكن أيضا من طرف الإسرائيليين، ونحن نرى أن هناك أيضا خسارات داخل الجيش الإسرائيلي. لذلك هذا كان هناك وعي من طرف هذه الدول، لكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي لم يستمع لكل هذه النصائح، ولم يستمع لكل هذه السيناريوهات التي كانت تتخوف من أن يكون هناك مستنقع، أن تتحول غزة إلى مستنقع إسرائيلي دولي وأن تدوم يعني أمد هذه الحرب، وقرر الدخول في العملية العسكرية آملا منه أن هذه العملية قد تساعده على القضاء نهائيا على البنيات التحتية لحركة حماس في غزة. أي أثر للإخفاقات التي تحققت في الأيام الماضية من أيام هذه الحرب الطويلة على قطاع غزة المحاصر؟ أقصد بذلك إخفاق مسار تهجير الغزاويين إلى مصر، إخفاق مقترحات التهجير أيضا من الضفة الغربية في اتجاه الأردن، الإخفاقات المرتبطة بإيجاد دلائل قوية على أنه ما يجري الآن هو بالفعل يؤثر على حركة حماس، إعطاء مثلا منظور لمقصديات هذه الحرب و مستقبلها وآثارها وأهدافها أيضا واستراتيجيتها، أيضا كون الحكومة الإسرائيلية في حدود كذا 20% من التأييد، الإسرائيليون أيضا يؤيدون في حدود 50% الجيش الإسرائيلي، هل ذلك يؤثر لربما على فهم الغرب لما يجري؟ نعم، قضية تهجير يعني الفلسطينيين وهذا المشروع الذي تتحدث عنه الصحافة الإسرائيلية وحتى الصحافة الأوروبية والعربية، أن هناك مشروع تهجير فلسطيني غزة إلى صحراء سيناء وتهجير
فلسطيني الضفة الغربية إلى الأردن، وبذلك القضاء نهائيا على ما تبقى ما يسمى بالقضية الفلسطينية. هذا السيناريو يعني يتم تداوله، يتم مناقشته، والدول الأوروبية هي يعني تعارض مثل هذا السيناريو، تعارض عملية التهجير، وتعارض عملية يعني فرض واقع جيوسياسي وجغرافي جديد من طرف إسرائيل. الدليل على ذلك أنه في خضم هذه الحرب، والحرب لم تنتهي بعد، نستمع لأصوات أوروبية وأمريكية تتحدث عن ضرورة أن تتوصل المنطقة إلى حل الدولتين. يعني حتى أن الحرب لم تنتهي بعد، وهناك من يتحدث بأنه بعد نهاية الحرب لا بد أن نجلس على طاولة المفاوضات، لا بد للفلسطينيين وللإسرائيليين ولعرب المنطقة أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات للتحدث على مناقشة فرضية. ألم يشاهد العرب والفلسطينيون هذا المسلسل، هذا الفيلم مرة سابقة؟ نعم، يعني صراحة هذا يعني هو نظرة تقليدية ومستهلكة، لكن هناك انطباع بأن شيئا ما حصل في هذه الحرب منذ 7 أكتوبر ومنذ الرد الفعل الإسرائيلي، هناك انطباع وقناعة بأن الأمور ستتغير حتما بطريقة أو بأخرى بعد نهاية الحرب. وربما يجب انتظار هنا محمد، هناك قمة عربية ستعقد في المملكة العربية السعودية يوم السبت يوم 11 من هذا الشهر، وهذه القمة هي بالأهمية بمكان، لأن الرسائل التي ستخرج منها ستعطينا فكرة عن ما يجري في المنطقة واستعدادات هذه الدول العربية للدخول في تفاهمات ومفاوضات دفاعا عن الحق الفلسطيني وفي علاقتها مع إسرائيل. يعني صراحة معك، يعني الذي يقول بأن حل الدولتين هو كلام مستهلك وكلام تم الحديث عنه في مختلف المنتديات السياسية، لكن هذا الكلام بعد هذه الحرب وبهذه الملامح وبهذه البعض المعادلة لديها نكهة ولديها خاصية يمكن أن نتحدث عنها، لأننا نعيش في مرحلة استثنائية وفي حرب استثنائية وفي مواجهة استثنائية بين الإسرائيليين وحركة حماس. لذلك البعض يقول بأنه أيضا هذا الحديث في غمرة هذه الحرب، الحديث عن حل الدولتين وضرورة إقامتها، وهذا مقترح في الواقع ليس جديدا، قديم بالفعل، لكن الفلسطينيون لم يعودوا يصدقوا هذا الكلام يقول البعض، وحتى الإسرائيليون لا يؤمنون به، أو على الأقل حكومة اليمين المتطرف قد أخفته تماما من القاموس الدبلوماسي الإسرائيلي على امتداد 15 سنة تقريبا وأكثر. نعم، ولكن عندما يعني يجب هنا قراءة التوقيت الذي يتم التعبير عنه ودعم فكرة حل الدولتين من طرف، أنا لا أتحدث من طرف الجانب الدول العربية أو الإسلامية لأن هذا موقف مبدئي يعني واضح، لكن من طرف الدول الأوروبية والراعي الأمريكي عندما يتم الحديث في خضم هذه الحرب وفي خضم هذه المواجهة الدامية عن يعني حل الدولتين، فهو يمكن أن نعتبره بأنه رسالة موجهة إلى اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يحلم بتطبيق سيناريو النقل وتهجير الفلسطيني غزة إلى سيناء، ويعني نقل وتهجير فلسطيني الضفة إلى الأردن، والقضاء نهائيا على القضية الفلسطينية. ربما هذه الرسالة التي يعني يمكن أن نفهمها من هذا التأكيد والتركيز على حل الدولتين، ولا زالت يعني الأسلحة والقصف مستمر على غزة، ولم نتحدث حتى ولم نحقق حتى هدنة إنسانية. يمكن الرسالة الموجهة بأنه للإسرائيليين بأنه في وقت من الأوقات يجب وضع حد لهذه الحرب، وفي ومن مخرجات ما بعد الحرب أن تكون هناك مناقشات جدية يشارك فيها الدول العربية، يشارك فيها الفلسطينيون، ويشارك فيها الإسرائيليون لصياغة هذا الحل وحل الدولتين. أمام كل هذا الزخم الدبلوماسي الذي ذكرت أنت مصطفى طوصة، أمريكيا أوروبيا أيضا الموقف العربي، هذه رسائل ذكرت أنه هذه رسائل، لكن في الجانب الآخر تابعت أنت أيضا المواقف، مواقف الحكومة الإسرائيلية، النهج العسكري الموجود الآن في غزة، الدعوة إلى قصف قطاع غزة بقنبلة نووية، وكل هذا، هل ذلك بالفعل يعطي صورة عن أنه سيكون هناك طرف يمكن أن يبنى معه السلام؟ نعم، قضية يعني التصريحات حول القصف النووي يجب الإشارة هنا إلى أنها تسببت
في صدمة كبيرة في الرأي العام الأوروبي والرأي العام الأمريكي، لأنها بطريقة أو بأخرى كشفت بأن من يدير ومن يقود حاليا إسرائيل يعني ليس يسار أو يمين تقليدي، هو يمين متطرف يريد أن يحرق المنطقة. مثل هذه التصريحات لا تخدم بطريقة واضحة، لا تخدم سمعة إسرائيل، لأنها يعني تزرع بذور الشك في كل الأوساط الداعمة لإسرائيل، سواء كانت أوروبية أو أمريكية. حتى أن في بعض الأوساط مثلا في فرنسا التي هي كانت تدعم بطريقة عمياء بنيامين نتنياهو في حربه ضد غزة، كانت تعيش نوع من الإحراج في التعليق وفي شرح مثل هذه التصريحات التي تريد أن تحرق المنطقة. لذلك مثل هذه التصريحات تكشف للعالم أن إسرائيل الآن يقودها يمين متطرف حاقد عنصري لا يهمه شيء إلا زرع الحرب في المنطقة. مثل هذه المواقف ربما قد تكون لها مع مرور يعني الأيام والوقت قد تكون لها يعني تداعيات على القرار الأوروبي والمقاربة الأوروبية ووجهة نظر الأوروبيين في مثل هذا النزاع. هل تتوقع يعني هذه مثل عذر عن المقاطعة، وأنت تتحدث عن هذا الجانب أيضا والوقت يتداركنا، أيضا هناك الشارع الأوروبي الذي تعتمل فيه لنقل فواعل مظاهرات عارمة في العواصم الأمريكية وأيضا الأوروبية، هل تتوقع أنه سيستمر هذا الشرخ ما بين الشارع الأوروبي وما بين مواقف الحكومات الرسمية إزاء قطاع غزة؟ يعني أنا في اعتقادي أنه إذا استمرت هذه التظاهرات بزخم كبير بقوة بكثافة يمكن في آخر المطاف أن تؤثر على مواقف الحكومات وترغمها على تغيير هذا الدعم الأعمى المقدم حاليا للجيش الإسرائيلي. لكن هنا أيضا محمد، ونحن نتحدث عن التظاهرات، يجب الإشارة هنا إلى أن فرنسا ستعيش الأحد المقبل يعني حدثا غير مسبوق بين قوسين، وهو أنه هناك من بعض الأوساط دعت إلى تظاهرة عملاقة يوم الأحد يشارك فيها كل من يرفض معاداة السامية. والجديد في هذا الملف أن حزب ماري لوبين واليمين المتطرف المعروف يعني ميراء إرثه المعادي للسامية سيشارك في هذه التظاهرة ضد معاداة السامية، بينما اليسار بزعامة جون لوك ميلونشان وفرنسا أبية رفض المشاركة في هذه التظاهرة. لذلك يجب يعني رصد حدثين فرنسيين مهمين، يوم الخميس القمة الإنسانية لصالح قطاع غزة، مدنية قطاع غزة، ويوم الأحد تظاهرة عملاقة للتنديد بمعاداة السامية الذي أصبحت ظاهرة في المجتمع الفرنسي والأوروبي كتداعيات وكشظايا لهذه الحرب بين إسرائيل وحماس. شكرا جزيلا لك مصطفى طوسى، الكاتب الصحفي الخبير في القضايا الدولية، حدثنا من باريس. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، ونمر مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من موضوع اليوم. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في الجزء الثاني من موضوع اليوم. قال جلالة الملك محمد السادس إن المغرب ما فتئ يدعو إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدان الإفريقية في مختلف الميادين سعيا إلى تحقيق اندماجها الاقتصادي. وأكد جلالة الملك في رسالة موجهة اليوم إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي التي تنعقد بمراكش أن المغرب ومن منطلق الوفاء بالتزامه الثابت بدعم الاندماج الإقليمي الإفريقي ظل يعمل بمعية شركائه الأفارقة من أجل إطلاق مشاريع كفيلة بتحقيق التحولات المنشودة بما يمكن من إحداث نقلة كبيرة في ظروف عيش ملايين الأشخاص في إفريقيا. وأوضح صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها عمر القباج مستشار جلالته أنه في هذا الإطار يندرج مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، والذي يعد نموذجا يجسد إرادة العاهل المغربي لإرساء الأرضية اللازمة لبلورة تعاون إقليمي حقيقي.
وكان جلالة الملك قد أكد في خطاب المسيرة الخضراء على أهمية إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وأبرز العاهل المغربي أن المملكة مستعدة لوضع بنياتها التحتية الطرقية والمينائية والسككية رهن إشارة هذه الدول الشقيقة. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مراكش إدريس الجريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض، وينضم إلينا أيضا من الجديدة الأستاذ الدكتور عادل فراج، مدير المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوسياسية والجيوستراتيجية. أهلا بكم ضيفي الكريمين، في انتظار أن يلتحق بنا الأستاذ إدريس الجريني. أستاذ عادل فراج، طبعا تابعت مضامين الرسالة الملكية في مراكش بخصوص منتدى الإفريقي للاستثمار، أيضا ما دلالات هذه الدعوة الملكية إلى تكريس هذا الاندماج الإفريقي من بوابة اقتصادية أيضا؟ أولا سيدي مرحبا 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 بضيفكم الكريم ومرحبا بمشاهدين الكرام. فيما يتعلق بالرسالة الملكية، الرسالة الملكية في الأصل تحليلها ينبني على نقطتين أساسيتين. هناك النقطة الأولى المتعلقة بتشخيص الوضعية التي تعاني منها القارة بصفة عامة من خلال المجهود الذي تبذله القارة في إطار التنافس الدولي. هناك إشكالية الاقتراض، ما تخلق من مشاكل فيما يتعلق بارتفاع معدلات الفائدة، كذلك فيما يتعلق بالتضخم، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي ترفع من سقف التحديات التي تعانيها إفريقيا. هذه الرسالة تقترح مجموعة من الحلول يمكن تلخيصها في 4 محاور أساسية. المحور الأول يتعلق بتأهيل البنيات التحتية، بحيث إفريقيا تحاول أن تقوم بمجهود إضافي لتطوير بنيات تحتية مندمجة، لأن التنمية، انتقال السلع، انتقال المواد الطبيعية تقتضي أولا توفر على بنية تحتية. النقطة الثانية فيما يتعلق بالطاقة، على اعتبار أن الطاقة هي المحرك الأساسي للاقتصاد. المغرب قام بمجهود على المستوى الدول الأطلسية فيما يتعلق بأنبوب الغاز الذي يربط بين المغرب ونيجيريا، وليس هو فقط مشروع اقتصادي بل هو سيساهم في تنمية جميع الدول التي يمر منها. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي نقطة جوهرية فيما يتعلق بتحرير ما يسمى بسلاسل القيمة. هذا المصطلح ظهر بالضبط مع مايكل بورتر سنة 1985. الهدف منه ما هو؟ هو الرفع من جودة التنافسية، من الأداء العالي، والحفاظ عليها اقتصاديا. بمعنى آخر، أن الرسالة قامت بتشخيص الوضعية سواء من الناحية الاقتصادية سواء من التحديات السياسية التي تعاني فيها، وفي نفس الوقت اقترح مجموعة من الحلول. هذه الحلول لا يمكن لها أن تحقق أهداف إلا بمشاركة وتعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. الرسالة والمنتدى هو في الحقيقة يؤكد ما جاء في الخطاب الملكي فيما يتعلق ب الخطاب الملكي في بمناسبة المسيرة الخضراء، ويمكن تسمية هذا الخطاب بخطاب ملائمة الوسائل للغايات، أو بمفهوم آخر هو تكامل ما بين حقلين معرفيين، ما بين الغايات الجيوسياسية للمنطقة من خلال الوسائل التي نضعها لتحقيق أهداف السياسية. حينما نتحدث عن الخطاب في علاقته بالرسالة، فهو بمثابة الخطاب الملكي حدد الرؤية الجيوسياسية للمنطقة وللدول الأطلسية، مستقبلها الاستراتيجي. الآن من خلال هذه الرسالة هو تنزيل لهذا التوجه الاستراتيجي، أي كيفية الوصول إلى تحقيق أهداف اقتصادية من شأنها تحسين موقع القارة الإفريقية بصفة عامة، تنمية متلائمة مندمجة تستجيب للحاجيات سواء الوطنية أو القارية. كما نعرف أن المنظومة الدولية الآن تعرف مجموعة من التحولات الجيوسياسية. إفريقيا لديها مجموعة من المؤهلات، سواء مؤهلات طبيعية، مؤهلات بشرية، مؤهلات ثقافية. حينما نقوم بتحليل هذه الوقائع، هناك رؤية استراتيجية واضحة. الهدف منها ماذا؟ هو أن تصبح القارة الإفريقية وبالضبط الدول
الأطلسية تلعب دورا اقتصاديا فيما يسمى بالمسارات التجارية الدولية. شكرا لك أستاذ عادل فرج، ينضم إلينا اللحظة من الرباط هذه المرة في الواقع أستاذ دريس الجريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض بمراكش. أستاذ دريس الجريني، لا شك أنك تابعت رسالة الملكية في مؤتمر مراكش حول الاستثمار الإفريقي. طبعا كانت هناك هذه الدعوة إلى تكريس الاندماج الإفريقي، وأيضا تساوقا مع شعار هذه الدورة حول تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا. هل الآن هذا زمن المبادرات، زمن النهوض بالمؤهلات الإفريقية من أجل اغتنام الظرفية الدولية لإثبات الذات الإفريقية؟ بداية ينبغي الإشارة إلى أن إفريقيا هي قارة واعدة، وقارة لم تستثمر بعد إمكانياتها وقدراتها وثرواتها في سبيل تعزيز التنمية وكذلك تعزيز الاستقرار وكسب رهانة الديمقراطية. ومع الأسف هذا من بين العوامل التي جعلت القارة يعني مستهدفة بكثير من يعني المبادرات الخارجية المرتبطة يعني في سياق التنافس على استثمار الإمكانيات التي تزخر بها هذه القارة. وأعتقد بأن الدعوة الملكية في هذا الخصوص هي تنسجم أولا مع التوجه المغربي نحو إفريقيا، والذي هو ليس بتوجه جديد، هو توجه طبعا أولا يقوم على مبدأ الحوار ومبدأ التواصل والربح المشترك في إطار التعاون جنوب جنوب، وأيضا في سياق تقاسم هذه الإمكانيات والتجارب الإفريقية نفسها على سبيل تحقيق رهانات القارة الإفريقية، الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خصوصا كما قلت وأن هناك الكثير من الفرص والكثير من الإمكانيات. ولذلك طبعا المغرب منذ أن طبعا انضم إلى الاتحاد الإفريقي كان هاجسه هو توجيه العمل الإفريقي المشترك نحو هذا الرهان، أي رهان الانكباب على القضايا الحقيقية لإفريقيا، في ارتباط ذلك بتدبير النزاعات والأزمات، في ارتباط ذلك بالتعامل بشكل جماعي وشمولي مع ظواهر مختلفة تعج بها القارة كالإرهاب وكالنشاط الجماعات أو شبكات يعني التحريب والهجرة، خصوصا الهجرة غير الشرعية. وأيضا هناك دعوة دائما إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري بين دول القارة، بالإضافة إلى استثمار الإمكانيات المتوافرة، وخصوصا فيما يتعلق بقضايا الطاقة، سواء الطاقة الأحفورية أو الطاقة المتجددة. والرسالة اليوم أعتقد أنها تسير في هذا الاتجاه، أي باتجاه تعزيز وترسيخ التعاون الإفريقي في سبيل كسب هذه الرهانات التي كما قلت هي التي تجسد الأولوية الحقيقية بالنسبة للأفارقة فيما يتعلق بكسب رهانات التنمية وتوظيف وتوجيه القدرات والإمكانيات المتوافرة في سبيل تحقيق ما يطمح أو تطمح إليه الشعوب الإفريقية. والرسالة طبعا تركز على مدخل مهم جدا، فعلاوة طبعا على الاستثمارات والمبادرات التي تقوم بها الدول، بين الدول المغربية فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه البلدان الإفريقية، فالرسالة الملكية كانت واضحة فيما يتعلق بالإشارة إلى أهمية انخراط القطاع الخاص أو القطاع يعني القطاع الاقتصادي الخاص من مقاولات في سبيل تعزيز هذا التوجه، على اعتبار أن الإمكانيات المرتبطة بالدولة رغم الإمكانيات المتوافرة للدولة فهي تظل غير كافية. طيب، في سبيل تعزيز هذا التعاون وهذا التنسيق الذي يرن إليه المغرب، والذي يمكن حقيقة أن يعطي للقارة الإفريقية المكان اللائق بها في عالم متغير، في عالم تزايدت فيه الإشكالات المرتبطة بالأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن بمختلف أشكاله الاستراتيجية. شكرا لك أستاذ دريس الجريني. أستاذ عادل فرج، لا شك أنه أيضا مضامين هذه الرسالة الملكية في هذا المنتدى في مراكش أيضا تحيلنا أيضا إلى مضامين خطاب المسيرة الخضراء الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وكان فيه
هذا التأكيد على دور الأقاليم الجنوبية أيضا بوصفها منصة للمبادلات القارية. ما أهمية هذه الرؤية وهذا الوعي الذي فيه جانب وبعد دولي ودور هذه المنطقة خصوصا في تحفيز أيضا التنمية في منطقة الساحل بشكل عام؟ أولا سيدي الكريم، فيما يتعلق بالخطاب الملكي، الخطاب الملكي قام على ثلاث نقاط جوهرية. أولا تحديد الآليات والأدوات الجيوستراتيجية التي سنهدف إليها، التي سنقوم باعتمادها لتحقيق أهداف جيوسياسية، هذه النقطة الأولى. ثانيا النقطة الثانية هي ملائمة الوسائل للغايات السياسية التي نريد تحقيقها. هاتين المقاربتين اعتمدت على تشخيص دليل على ذلك من تحليل الخطاب الفقرتين الأولى والثانية، إدراك بالمناورات لخصوم المملكة سواء بشكل خفي أو ظاهر، نقطة أولى. نقطة ثانية إدراك بالتحديات التي تواجه إفريقيا وتواجه المغرب. المبادرة الأولى أي الانطلاق، على اعتبار أن الآن العالم يشهد تحولا، أي هناك تقلبات اقتصادية، البحر الأبيض المتوسط محدود من الناحية الجغرافية على اعتبار مضيق جبل طارق وكذلك قناة السويس. هناك المغرب يحاول جذب الانتباه إلى أهمية المحيط الأطلسي من الناحية الاقتصادية والناحية السياسية، أي أن يكون متنفسا مستقرا مستمرا مع الزمن، يواجه تحدي، يحاول تطوير، سواء على اعتبار أن البحر الأبيض المتوسط هناك تقارب أوروبي، المحيط الأطلسي سيعطي إمكانية أخرى اقتصاديا وسياسيا. تطوير المناطق الجنوبية هي استمرار لمسلسل سياسي كما جاء في الخطاب، نستمر في تحديث المنطقة من ناحية البنية التحتية. هنا ماذا فعل الخطاب؟ حدد مجموعة من التوجهات أو الأدوات الجيوستراتيجية للمنطقة، بمعنى اقتصاد يتناسب وطبيعة المنطقة من خلال استغلال الموارد الطبيعية، اقتصاد بحري، تأهيل البنية التحتية، إعطاء مقاربة متعددة من ناحية التنمية للمنطقة. كما نعرف شمال المغرب هناك تنمية اقتصادية، نريد أن تصبح نفس الحدة أو نفس القيمة أو نفس الدرجة اقتصادية للمناطق الجنوبية، على اعتبار أن هذه المناطق الجنوبية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا. القيام بهذه الأدوات وهذه الآليات الجيوستراتيجية لا تعني فقط أن المغرب يحاول تطوير هذه المناطق الجنوبية بشكل منفرد، لا، بل هو يفكر بأربع منطلقات. المنطلق الأول هو لذاته، أي تطوير المنطقة اقتصاديا. ثانيا هي بوابة نحو إفريقيا، بمعنى أنه أي تنمية اقتصادية يجب أن يكون فيها عدة شركاء، لا يكفي أن يكون هناك إنتاج، ولكن يجب أن يكون من يستهلك هذا الإنتاج. هذا الإنتاج يقوم على تبادل موارد طبيعية. المغرب الآن ماذا يعمل؟ يقدم نموذجا جيوسياسي وجيوستراتيجي على اعتبار أنه يمكن أن يكون بديلا لما هو قائم حاليا، وفي حين المغرب حاول أن تكون هذه المنطقة هي طريقة أولا لجلب الاستثمارات، هذه نقطة أولى. ثانيا هي تحقيق تنمية المناطق من خلال، واستشهد صاحب الجلالة نصر الله وأيده بمشروع الربط ما بين نيجيريا والمغرب، على اعتبار أن هذا لا يعتبر فقط مشروع تجاري محض، ولكنه مشروع اقتصادي ذو أبعاد إنسانية، ذو أبعاد اقتصادية، ستكون له انعكاسات على جميع الدول التي يمر منها. بمعنى آخر أنه التنمية التي يريد المغرب، فعلا يريد المغرب تنمية مناطق صحراوية، يريد خلق نوع من التوازن الاقتصادي ما بين شماله وجنوبه في خدمة القارة الإفريقية، في خدمة القارة الأوروبية، في خدمة القارة الأمريكية. بمعنى آخر كما سبق أن أشرت إلى ذلك، أن يكون منصة اقتصادية بناء على ثقافة رابح. وحينما ذكر صاحب الجلالة نصر الله وأيده منطقة الساحل، قال أن المشاكل السياسية التي تعاني منها هذه المنطقة لا يجب الاقتصار فقط على المقاربة الأمنية،
بل يجب اعتماد المقاربة التنموية. بمعنى آخر، رغم عدم توفر هذه المناطق على بوابة نحو الأطلسي، المغرب مستعد، ولكن تحقيق هذا الهدف يجب أن تتخلله مجموعة من المجهودات، سواء من المغرب بتطوير هذه المناطق الجنوبية، سواء من دول الساحل بتطوير بنيتها التحتية. المساهمة في تطوير بنيتها التحتية سيربطها على المستوى القاري من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التجارية ومن الناحية السياسية كذلك. شكرا لك أستاذ عادل فرج. أستاذ دريس الجريني، في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، هناك طبعا هذا الاهتمام الكبير أيضا بالواجهة الأطلسية، منطقة الساحل بشكل عام، ولكن الواجهة الأطلسية، والواجهة الأطلسية أيضا للمناطق الجنوبية. طبعا هناك نموذج تنموي اكتمل عمليا، وهناك أيضا تطلع إلى اغتنام المؤهلات الطبيعية والبحرية وأيضا لهذه المناطق. هل الآن المنطقة الأطلسية تقدم نفسها كحل تنموي لعموم منطقة الساحل؟ أعتقد بأنه بالنظر إلى أن الموضوع جاء في سياق استحضار ذكرى المسيرة الخضراء، ينبغي أن نأخذه من هذا الجانب، على اعتبار أن الخطاب حقيقة تناول ذكرى المسيرة من ثلاث زوايا: زاوية مرتبطة بالتاريخ كمحطة راقية، يعني أو لما تشكل هذه الذكرى من محطة راقية ومحطة حضارية لتدبير الأزمات، وكذلك كمحطة ترسخ قيم التضامن وقيم المواطنة بين المغاربة، هي أيضا محطة استحضر فيها الجانب المرتبط بالحاضر، أي كذكرى نستحضر بها كذلك ما حدث والمستجدات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية في ارتباطها كما ذكرت بجهود التنمية في هذه الأقاليم العزيزة، وأيضا ارتباطا بالجهود الدبلوماسية التي أثمرت حقيقة دعما دوليا كبيرا، سواء من قبل الدول الكبرى أو عدد من البلدان على امتداد مناطق مختلفة من العالم، ثم كذلك قرارات مجلس الأمن التي أصبحت تؤكد بشكل كبير على ما يتوخاه المغرب من هذه القضية. من ناحية أخرى، الخطاب كذلك في ارتباط بسؤالكم، يعني الخطاب كذلك منفتح على المستقبل، وهنا أريد هنا أن أفتح القوس أن المراهنة على المستقبل هي إشارة أولا للداخل فيما يتعلق برسالة للمغاربة أجمعين وخصوصا ساكنة الأقاليم الجنوبية، بأن المغرب يعني يستحضر ما ذكر في كثير من الخطابات الملكية السابقة فيما يتعلق بجعل هذه الأقاليم بوابة للانفتاح على إفريقيا، وكذلك فيما يتعلق بجعل الإمكانيات المتوافرة في هذه المناطق خدمة لتنمية هذه الأقاليم، يعني طبعا في كرد على مجموعة من الخطابات التي برزت في سياقات سابقة. من ناحية أخرى، كذلك رسالة إلى الخصوم بأن المغرب لم يعد يقارب قضية الصحراء المغربية من منظور آني ومن منظور مبني على رد الفعل، ولكن المغرب له رؤية مستقبلية استراتيجية أولا تجسد إيمانه إيمانه بعدالة هذه القضية، وكذلك إيمانه بأن الأقاليم الجنوبية هي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، ثم كذلك هناك تأكيد على الاشتغال كما ذكرت على الواجهة الأطلسية في هذا السياق طبعا المستقبلي، باعتبارها واجهة يمكنها أن تقدم الكثير ليس فقط للمغرب، ولكن كذلك بالنسبة للمستثمرين، وكذلك بالنسبة لتعزيز الإشعاع المغربي على الخارج، وأيضا في إرساء ما يسمى بالاقتصاد الأزرق الذي يمكنه طبعا استثمار الإمكانيات المتاحة، خصوصا بعد وأن المغرب قد أعلن قبل بضعة في السنوات الأخيرة عن ترسيم حدوده البحرية، بما يؤكد على أنه بدأ فعليا في إرساء يعني مقاربة استراتيجية تجعل هذه الواجهة الأطلسية واجهة للتنمية، واجهة للاستثمار، واجهة كذلك لإعطاء أبعاد أخرى للعلاقات المغربية مع محيطه الدولي، خصوصا لما تنطوي عليه هذه الواجهة من انفتاح على مجموعة من الدول وعلى مجموعة من الواجهات الأخرى. شكرا لك أستاذ دريس الجريني. أستاذ عادل فراج،
طبعا في ثنايا هذا الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، هناك ذلك التركيز على البعد الذي يمكن أن تلعبه الأقاليم الجنوبية المغربية كمنصة أو كقاطرة للتنمية بالنسبة لمنطقة الساحل، وتم استحضار طبعا المشاريع المهيكلة الدولية القارية، أنبوب الغاز المغرب نيجيريا نموذجا، وتم الحديث أيضا عن الإطار الذي يجمع 23 دولة أطلسية معنية أيضا بهذا المشروع الكبير. هل نحن إزاء بلورة رؤية وإطار أطلسي ولمنطقة الساحل يمكن أن يشكل لنقول لحظة مفصلية في تاريخ التنمية لهذه المناطق أم لا؟ سيدي الكريم، جاء في الخطاب الملكي وبالضبط الفقرة الثالثة يتحدث عن هيكلة الحقل الجيوسياسي. كما تعلم سيدي، هناك مجموعة من المؤتمرات عقدت حول ما يتعلق بالدول المطلة على المحيط الأطلسي. بمعنى آخر، أن كان هناك عمل سياسي لخلق تحالف سياسي، لخلق إطار مشترك سياسيا لفهم التحديات التي تواجه هذه المناطق اقتصاديا. بمعنى آخر، أنه لا يكفي فقط أن نقتصر على الخطاب السياسي أننا نريد فضاء أطلسيا، ولكن نريد تتمينه بما هو اقتصادي، بما هو تنموي، بناء على ثقافة رابح رابح، بناء على الرصيد التاريخي الذي يتوفر عليه المغرب في المنطقة، بناء على التجارب التي خاضها في السابق مع هذه الدول من ناحية التعاون الاقتصادي والتعاون التجاري. بمعنى آخر، أنه منطقة الساحل كما نعرف أنها متوترة أمنيا، ليس هناك استقرار سياسي. والحقيقة أن هذا الخطاب ما هو إلا امتداد لمجموعة من الخطابات، وهنا أشاد صاحب الجلالة بأهمية الدبلوماسية وبأهمية عمل نتائج العمل التي قدمتها الدبلوماسية المغربية، سواء طيب. من داخل المؤسسة الإفريقية الاتحاد الإفريقي، حينما أكد على ضرورة أن تصبح هناك ثقافة مؤسساتية داخل هذه الدول الإفريقية. بمعنى آخر، أنه ليس هناك فقط خطاب سياسي، ولكن نتمنه كذلك اقتصاديا من خلال مجموعة من الآليات والمبادرات التي تكون سياسية وفي نفس الوقت طيب. اقتصادي. بمعنى آخر، هناك تكامل ما بين البعدين. إذا سمحت في 20 ثانية لا أكثر، تفضل أستاذ عادل فرج. هذه النظرة الجيوس، هذا التوظيف لآليات جيوستراتيجية لتحقيق غايات جيوسياسية، يمكن فهمه كل من يريد أن يفهم هذا التوجه بالنسبة للمغرب. هو ينبني على ثلاث أبعاد. هناك تعاون جنوب، هناك ثقافة رابح، نتعامل مع أشقائنا ومع شركائنا بشكل واضح وواقعي. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل فرج. أستاذ إدريس الجريني، هل نحن إزاء بوادر هيكلة منطقة الساحل والمنطقة الأطلسية بشكل جديد لربما يقطع مع النماذج السابقة؟ كما ذكرت في البداية، أن المغرب له رؤية تجاه إفريقيا. طبعا المغرب كبلد إفريقي هو واعي كما قلت بالقدرات والإمكانيات التي تفخر بها القارة، وفي نفس الوقت أيضا واعي بالتحديات التي تتهدد أو ما زالت تتهدد القارة الإفريقية، وخصوصا منطقة الساحل، لأنه تبين على امتداد السنوات الأخيرة أن التدخلات الخارجية أو القوات الأجنبية لم تفضي إلى الاستقرار ولا إلى التنمية، ما جعل المنطقة تشهد الكثير من الاضطرابات المرتبطة بتمركز الجماعات المسلحة، المرتبطة كذلك بنشاط شبكة الهجرة، المرتبطة بتهريب الأسلحة، والمرتبطة كذلك حتى بالانقلابات الأخيرة التي برز فيها نوع من يعني الحضور الخارجي. ومن ثم فالمغرب واعي طبعا بأن تحقيق الاستقرار وكسب رهانات العمل الإفريقي المشترك هو مرتبط بالتركيز على الأولويات في إطار تعاون جنوب، وأعتقد كذلك بأن المغرب واعي بأن تنميته واستقراره هو مرتبط كذلك باستقرار محيطه. ومن هذا المنطلق أعتقد بأن المغرب، وهذا حاضر حتى من داخل عمل المغرب في إطار الاتحاد الإفريقي، يقوم على تبادل الخبرات وتبادل التجارب وأيضا التعاون في سياق التركيز على هذه الأولويات.
لذلك فأعتقد على أن ما يجري في منطقة الساحل يعني يمكن تجاوزها بالمقاربة النووية التي تم التأكيد عليها في الخطاب. وأعتقد كذلك بأن الواجهة الأطلسية كذلك بإمكانها خصوصا وأن هناك مؤشرات على أن المغرب سيباشر كما قلت مجموعة من المشاريع بما فيها التنقيب عن الثروات في هذه المناطق خصوصا بعد يعني بعد كما قلت تقسيم حدوده البحرية بما سيعطي دفعة للتنمية كما قلت بهذه الأقاليم الجنوبية التي ستلعب أدوارا في سياق تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية وكذلك المساهمة من خلال يعني أنبوب النفط الذي طبعا سيأتي من عمق إفريقيا إلى المغرب بالصورة التي قد تدعم تحقيق التنمية في هذه المناطق بما يعود بالنفع على القارة وعلى عدد من البلدان الإفريقية. وكنت تقصد طبعا أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. شكرا جزيلا لك الأستاذ إدريس الجريني مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياد بمراكش، حدثتنا من الرباط. ونشكر أيضا ضيفنا من الجديد الأستاذ الدكتور عادل الفراج مدير المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوسياسية والجيوستراتيجية. شكرا لكم ضيفي الكريمين. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني medianTV.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.